الكرام، كما كتبوا معنا المشاهدين الكرام، حنا في البقعة ديال العمران. هذه البقعة اللي هضرنا عليها من قبل اللي 350 متر، وكاين عندنا 231 متر. المهم هذه 350 متر شوكة كما كتشوفوا معنا، اون فاس مع الطريق ديال لوطوروت. ها هي كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، الناس اللي بغيت دير تجارة او شي مقاول بغى يبني، هذه هي البقعة اللي غادي يحتاج. ها انتم المشاهدين الكرام، محافظة تيتران ديال الاخوان ديالنا، مرحبا بالجميع. المدرسة ها هي وجميع كما كتشوفوا معنا، هذه راها كما كتشوفوا معنا شوكة، وجات اون فاس مع الرومبا. الرومبا راه فين هي ديال الاخوان ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد من قناة عبدو مارتيل. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، البقعة ديال الاستفادة هما هادو كما كتشوفوا معنا، هادو 70 متر. واليوم باش نوريكم واحد البقعة اخرين باش تشوفوا مشاهدينا الكرام. هانتوما مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا، هادي يلا طلعت باقة جديدة كما كتشوفوا معنا. الحجر كاياس تشوفنا، وحنا غادي مع الطريق. كما كتشوفوا معنا هذه ديال الاستفاده، ومعنا الاخ مؤمن اللي عطينا كلمه في حق هاد البقعه. كنشكرك خويا عبدو، الله يحن عليك. بالنسبه خويا عبدو، هذه المتراج 70 متر، ونسبه البلان راه زوينه خويا عبدو. انت كتشوف معايا الباركو راه خارج من راس الراس، فهمتيني خويا عبدو؟ الباركو عندها خارج من راس الراس، وحتى الحطاجات مزيانه. تصور لي اخويا عبدو، عندك تما ديك البلاصه اللي كاينه مقاطعه، وكاينه طريب ديال الحومه، وكاينه كغير، وكاينه كوميساريه تما كاين، وكاينه جرده في الوسط. جامع كاين بزاف المرافق وبزاف المصالح اللي كاينين هنايا. هذا الموقع هذا راه جا استراتيجي الحمد لله، وجا موقع مزيان. ونسبه البقع، الناس اللي كيسولوا على الاثمنه، راه كل وحده والثمن ديالها. كاين الكوميرس وكاين السكاني. بالنسبه للزنقه 12 متر، والشارع 12 متر. كنشكرك خويا عبدو، تفضل معايا خويا عبدو. ها انت دابا هذه راه بنايه جديده تبارك الله. حنا دابا حنا واقفين في بقعه، ها هي تتجهز الحمد لله. ها انتم كما كتشوفوا معايا اخي عبدو، الباركو خارج من راس الراس كما قلت لك، عنده مترو مترو يعني بلان زوين، وحتى الحطه ديال الدار تجي تبارك الله زوينه مشمشه. هذه قبليه اخي عبدو، وعندها الزنقه 12 متر. صور الزنقه، عندها الزنقه تبارك الله 12 متر، والكودرون 12 متر. بالنسبه للكوميرس عندهم 16 متر، 15 متر كوميرس. وهذا الشيء اللي كاين اخويا عبدو، اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل مع عبدو مارتين، والنمره راه كاينه في صندوق الوصف. وكنشكركم الاخوان. شكرا شكرا اخ مؤمن. اليوم كما كتشوفوا معنا حنا هنايا في البقعة ديال الاستفاده كما كتشوفوا معنا. هادي الله تبنات كما كتشوفوا معنا، الناس راه كيبنيو الحمد لله. كما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، التقينا مع واحد الصديق وبغى واحد الكلمه في حق هاد الزئه ديال المنتزه. تكلم الاخ الكريم. بقى اخويا مزيان وكلشي مزيان، مخاطه بقى شويه الضو ما داروش لي الشارع، وباقي الماء حتى هو قليل شويه، ولكن الدنيا خاينه بخير وعلى خير. الدنيا تيرا الدنيا مزيان، ماشي يعني كل الوقت هي راه الدنيا مزيانه. دابا هاد الساعه الماء اللي خاص غير الماء، وباقي خاص الضو في الزنقه ما كاينش، وهادشي اللي خاص. ايوا مزيان. ايوا الحمد لله. كما كتشوفوا معنا كي جاتك السكنه هنايا ديال المنتزه؟ مزيان اخويا. انت شمن شطر كاين فيه؟ شطر واحد. شطر واحد؟ منتزه. ايوا بنيتي انت والشريك ديالك ولا؟ بنينا الحمد لله. كدايره الامور بيناتكم؟ مزيانه كلشي زين. ايوا الحمد لله. الحمد لله. يلا الله يعاونك وشكرا. وقول شي كلمه للناس اللي باغيين يشريوا، للناس اللي بغا يشريوا. كلشي زين هنايا. الناس كيشريوا؟ كيتوكل. كاينين الناس كيشريوا، والناس اللي غيتوكل على الله راه غادي يشريوا قد الغرض. شكرا الاخ الكريم، وتحياتي لك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا تبارك الله عليك. شي كلمه الاخ مؤمن. اخي عبد الله، كنشكرك اخويا على هاد الوقفه اللي كتوقف معنا الحمد لله، وكتجي تشارك معنا هاد اللحظات هذه. كنشكرك، يعني الناس راه طيبين، والموقع راه مزيان الحمد لله. وحتى بالنسبه اللي غادي ياخذ شقه راه ياخذ بقعه احسن ليه، فهمتيني، استفد فيها الحمد لله. يعني اللي عنده شي بركه يعني راه ما غاداش تشري في الخاوي. والحمد لله الناس راه موقع مزيان، والناس الساكنه راه الساكنه مزيانه فهمتيني. وكنتمنوا الناس اللي هم الخير
فهمتيني، وما يكون الخير ان شاء الله خويا عبد الله. سلام اخي، كي داير؟ مزيان لاباس عليك؟ الله يحفظك اخويا، الله يسلمك. قول لنا اخويا شنو كيتراوح حنا في هذا الجهاز هذا، كيفاش جاكم هذا الجهاز هذا اخويا؟ خويا الجهاز زويون اخويا، اللهم لك الحمد، من بعد احسن من البراكه. كنشوف شي كتجي احسن من البراكه، تبارك الله. انت الشوارع قداش، الشوارع الزناقين كلشي زوين اخي. انت شوف تبارك الله الدور كي دايرين، كلشي زوين. الشاطر عطاكم اخويا؟ خويا الشاطر طروا. وفين كانت السكن ديالكم؟ فين كان السكن؟ خي كنا خايف البراكه، المهم جابونا هنايا، داروا معنا زوين. انت تبارك الله من البراكه عندك حماره بشويه بشويه، مزيانين مرتاحين موقع. ويلي الله يلا اللهم لك الحمد، كيقول لك بنادم شردونا، داروا معنا زوين. ها انت ما عينك، داروا معنا عليك بليزير. الحمد لله. كنشكرك اخي عبدو مارشين اخي، جي عندنا هنايا، تلقوا انت اخي شنو خاصو؟ خاصو الموضوع هو اللي خاصو هنا، تلقوا لنا الموضوع اللي يتزواون. ها انت شوف، حاش ما يمكنش السكينه بلا ما بلا ضو بلا والو؟ راه بنادم راه كيمشي يشرف في الماء، راه كي اللي كيبقى فيه العالم كيبقى فيه الداخل، صافي هو اللي خاص. شكرا للاخ الكريم اللي كي عندهم هنايا القضيه غير ديال الموضوع. ان شاء الله راه غادي ان شاء الله يبداو في هذه القضيه هذه. والاخوان ديالنا كما كتشوفوا معنا البقع هما هادو ديال الاستفاده، والاخ ماشي كريمه في حق هذا المشروع ديال المنتزه. اخويا عبد الله نقول لك في هذا المنتزه هذا اخويا، انا راه سكنت فيها اخويا، ما بقايش باغي نتحول من هنا ولا نمشي شي بلاصه، راه كيعجبني بزاف والله الا كنرتاح فيه من الصباح حتى العشيه وانا فيه. والحمد لله نتمنوا يكون عندنا السكن حتى حنا هنا في هذا الجيز هذا، عندنا طموح وما يكون الخير ان شاء الله. وكنتمنوا الاخوان يديروا المجهود ديالهم، واللي باغي شي بقعه مرحبا، والثمن راه مناسب جد مناسب، كل وحده والثمن ديالها، كاين الكوميرس بثمن والسكن بثمن، وانسان يستافد في هذه الوقيته اللي عنده شي بركه الحمد لله جي يستافد. وكنتمنوا للجميع كل الخير وما يكون الخير ان شاء الله. بارك الله عليكم. الاخ مؤمن، احنا وصلنا لهذا الشريع هذا، وين الاخ مؤمن على حساب هذا الضوء هذا؟ بالنسبه ل احنا دابا كنتواجدوا في الشريع ديال 65 اللي دخل لابطوار، وبالنسبه للاخ الكريم اللي ديجا هضر علينا على الماء والماء والضوء، احنا كنتواجدوا دابا في الشريع، كاين الاجهزه مجهزين الحمد لله، في المقارب غادي يكون الماء والضوء ان شاء الله الاخوان، وما يكون على الخير ان شاء الله. شويه الصبر ويكون الفرج الحمد لله. الانسان راه الناس راه كيبنيو البنايه ديالهم، والانسان يصبر شويه راه يكون الماء والضوء ان شاء الله. هما جهزوا لهم هنايا الاعمده البوطوات، البوطوات هنا ركبوها، الخير ان شاء الله اخويا عبدو. ان شاء الله داكشي اللي كاين، الناس راه كتبني هنايا الحمد لله كما كتشوفوا معنا واحد العماره دي. حنا راه غادي نتقربوا منها وغادي نوريكم واحد البقعه هنايا 350 متر، وانتم ان شاء الله غادي نوريكم هنا، راه كاينين ديال العمران وكاينين ديال الاستفاده وكل حاجه والثمن ديالها. خليكم معنا في الفيديو.